جهاد والأفراس مشاهدين الكرام، فتحت البوابات على بركات الله لتنافس يجمع ستة رؤوس تمثل ستة شعارات تتنافس في ثاني الأشواط الرئيسة على كأس إمارة منطقة المدينة المنورة على مسافة الميل، وقيمة الجائزة 100,000 ريال. الانطلاق يبدأ مملوك في أول ظهور رسمي له هذا الموسم مع محاولات صدى من المنتصف الأنف في الصدارة في المركز الأول، وكذلك ابن النفيس في من الخارج الآن في المركز الثالث الصدارة لمملوك في المركز الأول من الداخل. تحرك من ابن النفيس الآن من الخارج، ستة رؤوس تتنافس على كأس إمارة منطقة المدينة المنورة بحضور ابن النفيس ومملوك وأيضا صدى. الصدارة الآن لمملوك بطولين تقريبا الآن مع المنعطف الآن في المركز الأول. المسار الداخلي لمملوك في المركز الأول، للمركز الثاني ابن النفيس يبدأ المطاردة الآن في المركز الثاني وصدى في المركز الثالث. الاقتراب الآن من أخذ المنعطف الأخير لتبدأ مراحل الحاسم الآن في الاستحثاث لابن النفيس مع صدى، ولا زال مملوك في الصدارة الأربعمائة متر الفاصلة. ابن الصدارة مملوك في الصدارة، صدى يحاول المطاردة الآن مع مملوك في أول ظهور لو هذا الموسم. يتقدم الجياد وكأس إمارة منطقة المدينة المنورة المائة متر الفاصلة بكل وضوح لمملوك، يقدم نفسه بشكل رائع وجميل في أول ظهور هذا الموسم ويحقق كأس إمارة منطقة المدينة المنورة.